معاكم دايما في الناس الحلوه. اهلا بيكم. امبارح كلمتكم على ذبحه صدريه، النهارده هكلمكم على جلطه الشريان التالي، جلطه القلب، جلطه في القلب. وجلطه في القلب ده شيء خطير جدا الحقيقه، والمساله تبدا الاول بتاريخ من الذبحه الصدريه احيانا، وممكن من غير تاريخ من الذبحه الصدريه يكون اول حاجه تحصل للعيان جلطه في القلب، جلطه في الشريان التالي. حقيقه دكاتره القلب الحكايه دي بالنسبه لهم يعني بيشوفها كل يوم، وده شيء خطير جدا. وجلطه القلب بتعمل قلق زي الم الذبحه الصدريه، الم شديد بس بيبقى شديد، الم جامد قوي، بيسمع في كتف الشمال، بيجي بشكل مفاجئ، ما بيروحش بحاجه. يعني القلب الم الذبحه الصدريه تلاقي ايه؟ الالم ممكن يروح لوحده لما تستريح او تاخد قرص تحت اللسان. الم الجلطه بتاعت القلب ممكن يستمر ويقعد ساعتين، ممكن يقعد اكتر من كده. المشكله بقى هفاجئكم انه قد تحدث جلطه في القلب في الشريان التاجي ولا تحدث الم. اوبا، يعني ايه سايلنت؟ كلمه سايلنت يعني ايه؟ صامت، صامت. جلطه في القلب من غير الم؟ اه. طب ليه؟ هقول لكم الاسباب. الاول، الناس اللي عندها سكر، مش اللي عندهم سكر بيبقى عندهم تنميل في اطرافهم نتيجه تاثر الاعصاب الطرفيه؟ في اعصاب القلب ما بيحسش، بس واصل له اعصاب بطريقه ما بتنقل احساس الالم بطريقه صعبه عليكم، ما مش اعصاب حسيه، لا، لاعصاب سمباثيه، سمباثيتك، هي دي اللي بتنقل بميكانيزم صعب. لكن خلينا نبسط الامور ونقول ان ممكن الاعصاب دي تتاثر في السكر، يعني السكر ياكل الاعصاب دي. طب لما السكر ياكل الاعصاب دي الانسان هيحس بالالم؟ لا خالص، تجي له الجلطه في القلب ويبدا الجلطه دي تعمل استثاره للاعصاب نتيجه خروج ماده اسمها اللاكتيك اسيد، والاعصاب دي لانها مقطوعه ما توصلش حاجه خالص. فالعيان يبقى عنده جلطه في القلب وقاعد يتفرج على التلفزيون مش حاسس بحاجه، بس ايه؟ يبدا حته القلب اللي تقطع تحس باعياء، لانه عضله القلب فيها جزء بدا يموت. ما هو جلطه في القلب معناها ان جزء في القلب مش واصل له دم، فدي مصيبه. كمان اللي عندهم غير السكر اللي بياخدوا مسكنات الم شديده، يعني الناس اللي بتاخد ترامادول، طب ما هو ترامادول ده ممكن جدا تحت تاثيره يكون يجي لك جلطه في القلب وانت مش حاسس. ما هو كل واحد يقول ايه؟ طب الحمد لله ان انا ما حسيتش بالالم يعني كويس قوي. لا يا باشا، ازاي؟ ما الحمد لله على كل حال، بس الالم ده اللي هيخليك تجري تروح مستشفى نلحق قبل ما الجلطه تموت الحته اللي في القلب. وحاجات تانية كتير ممكن الجلطة في القلب تيجي وانت عندك كومة، يعني اغماء، او يكون تحت تخدير، في التخدير مو هتدخل يعمل عملية يفوقوه بعد التخدير يقول له مبروك جات لك جلطة في القلب، يعني ما هو مش حاس. حاجات تانية كتير قوي، لكن اهمهم ما تنسوش السكر. السكر هو اهم سبب يخليك يجي لك جلطة بدون ما تحس بهذه الجلطة. مقياس تقدم الامم، مقياس الحضارة، مقياس ان البلد دي بتقدم خدمه طبيه عاليه ولا متوسطه ولا اقل، هي الفتره الزمنيه بين ان الانسان يقول اي ويبدا اول تصرف من تصرفات الانقاذ بالنسبه للمريض ده. يعني المريض ده قال اي، المفروض الافرج يبدا اول تعامل معاه هو بيقول اي اهو، يروح ماسك على طول التليفون، المفروض يتصل بالطوارئ، انا عندي ازمه قلبيه. يقولوا في قد ايه؟ في بلاد معينه ممكن تصل المرحله لربع ساعه، وفي ثلث ساعه، ثلث ساعه يبداوا يشتغلوا على قلبه، ويبدا المسعفين يبداوا يحقنوه، يبداوا اذا كان قلبه بدا يحصل له اضطراب في الكهرباء يوجهوا له شحنه كهربائيه. طبعا في حته ثانيه المساله مش ثلث ساعه، ممكن قوي المسعفين يروحوا يلاقوا العزة بدا يتكون، ولدرجه انه المواصلات صعبه والطريق قافل وبيت الراجل في حاره من جوه شارع وما ينفعش الاسعاف يدخل لها لانه الحاره ما بتعديش عربيات اساسا، فالحاره فوقفوا على اول الشارع والناس عماله تصوت جوه. قصص ومواويل، قصص ومواويل، وياخد العيان على موتوسيكل. طبعا دي مشكله، مشكله قوي، يعني عيان عنده جلطه في القلب فانت هتنقله المستشفى على موتوسيكل وهو قاعد ماسك في الراجل بقى ومعبط وايه؟ واحساس الخوف عنده العالي ده يرفع ضغطه فيزود درجه الحمل على القلب. انا بقول لكم حاجات بتحصل في مجتمعنا. امتى بقى يا رب يجي يوم يكون فعلا اي حد يقول اي في جلطه في القلب يبقى تلت ساعه بس هي اللي ما بين الاي وما بين بدايه العلاج.
ما بين اول ايد تتمد عليه من المسعفين. جلطة القلب مش حاجة سهلة، لازم نتنبه لها، وزي ما اقول لكم ممكن تحصل بدون ايه؟ بدون الم. في الكبار ولا في الصغيرين؟ ها انتوا رايكم ايه؟ في الاثنين ممكن جدا تحصل في الصغيرين، ممكن الاقي بنت اموره صغيره في السن جالها جلطه في القلب. مش قصدي على حد يعني، ما تاخديش الكلام يعني، لا انا قصدي يعني ناخد بالنا ان ممكن الكبار والصغيرين. التدخين من العوامل اللي تجيب جلطه في القلب، التوتر من العوامل اللي تجيب جلطه في القلب. يا سلام لو انت مدخن ومتوتر الاثنين مع بعض، خلي بالك عشان الكلام مهم جدا، وخليكوا دايما معنا الحلو. عارف في حاجه اسمها جنرال كونديشن، كل نوع عامل ليه تكنيك غير التاني، لازم البني ادم يوصل لحاجه انه يعرف يكتسب. ما تطلعش الدكتور اللي جواك لانك جواك مش دكتور، اوعى تتقمص دور دكتور. الأشعة المقطعية قبل إجراء زراعة الأسنان إجراء غير ضروري. أنا ممكن أقول لك المقطعية هتطلع إيه، لكن لا أجزم بيها، لازم المقطعية تيجي تتطابق مع اللي أنا بقوله. أنا شايفة إن الكلام ده غلط. ده معتقد ناس كتيرة وخصوصا البخلاء. كتيرة أوي. يلعب نوع الزرع المستخدمة دور كبير في فشل أو نجاح الزراعة. أنت بتزرع في أي نوع عظم؟ تقويم الأسنان يعطي نتائج أفضل لما كانت السن الصغير. أفضل؟ لأ، أسرع. إذا الناس تبعتنا على أساس إنهم يتعلموا ثقافة هيستفيدوا جدا. زراعات قديمة بتديها له يعقمها وترجع تحطها تاني. في ناس اعتقد إنه جميع أنواع الزراعات بتعطي نتيجة واحدة. في بلاد معروفة إنها بتعمل أحسن إمبلانتس موجودة في العالم. القشرة التجميلية حل دائم لتجميل الأسنان وليس مؤقت. طبعا دوت حل دائم، يعني أنا بفضله كمان عن التبييض. احنا ممكن نعمل فيها زراعات ونعمل فيها شغل حلو جدا، بس المريض يدي فرصة للدكتور ان هو ياخد قرار مظبوط. احنا جبنا النتيجة دي. نظرا لعمق المشكلة وطول مدتها، هي من وهي 16 سنة وهي متضايقة. سعيد جدا بقى بهذه العملية جدا. لم أكن يخطر في بالي ان هذا الشخص عمل عملية تجميل. انا ما كنتش اعرف ان في عملية للموضوع ده. دي مهمة قوي في علم النظر، وبالتالي هنا انا بتعامل مع الوحدتين الاساسيتين اللي مبني عليهم اساسا مقاييس جمال الوجه. الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد، استشاري جراحات التجميل بكلية طب جامعة القاهرة، عضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة فينس. أهلا بكم. بلا شك الأنف واحدة من أهم الأماكن التي يتكلم أو يتعامل معها عالم التجميل. لماذا؟ أولا لأنه عملية الأنف أو عملية تجميل الأنف الخطأ فيها يؤدي إلى غالبا كارثة. كارثة شكلية وكارثة وصفية، لأن احنا بنتكلم على عضو له علاقة وثيقة جدا بالجهاز التنفسي. الريسبيراتوري سيستم ده جزء منه الأنف. فالخطأ هنا مش هيضر الإنسان في شكله بس، ده هيضره كمان في قدرته على التنفس. ثانيا إنه الأنف ليها أكثر من زاوية في الرؤية. ممكن جدا حد يعمل عملية تجميل أنف فتبان من الأمام لما تنظر له جيد او مقبولة، لكن من الجنب تكتشف كارثة. او طبعا هي من الامام برضو مش هتكون جيدة جدا، بس خلينا نقول انه ساعات الجنب بيبين لك كارثة اكبر. انا يمكن بدأت حواري بعيوب العمليات، او بمعنى اصح خطورة ان الواحد يعمل عملية وهو مش مركز فيها قوي في الانف، وبالتالي تظهر النتيجة مش كما ينبغي او مش كما هو مأمول بها. لكن خلينا نرجع خطوة لورا. طب ما هو ساعات يكون الانسان عنده عيوب في انفه وهو الى حد ما ناقم عليها وبيفكر ليل ونهار فيها ويعتقد ان ملهاش حلول. لا، ليها حلول. او
ييأس من هذه الحلول، يفكر انه ممكن جدا يرتكب خلطة كبيرة في حق نفسه، انه يعمل عملية وخاف منها وحاسس ان السكلي وعواقبها ممكن تكون وخيمة. خلينا نقول ان الانف حوار مثير للغاية، وزي ما انا سميته من زمان حوار المليمترات او عمليات المليمترات، فالحوار فيها دقيق للغاية، ولذلك الحوار هنا سيأخذ مناحي عديدة وشروحات كثيرة جدا. واسمحوا لي فيها ان ارحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد ابو زيد. اهلا بك يا دكتور محمد. اهلا بك. الأنف قبل أن نبدأ، خطوة خطيرة في حياة الإنسان اللي مؤمن أن عنده مشكلة في الأنف. أكيد طبعا، لأنه هو من الحاجات اللافتة للنظر للشخص ولغيره، وبتبقى صعب قوي لما بتبقى داخل الشخص نفسه ان هو بيبص في المراية بيلاقي حاجة بارزة، حاجة بتحتل منتصف وجهه، فيها ديفو موجود، بيكون موسوس بيه، وبتبقى صعبة جدا لو حد لفت نظره ليه. فتقريبا بيبقى هو ده كل محور حياته. بيبقى كل محور حياته. إذن هنبدأ بهذه الجملة، أن الأنف محور حياة الكثيرين طالما فيها ديفو. تعالوا نروح للأبيض والأسود والرمادي. أبيض أسود أم رمادي؟ عملية تجميل الأنف هي العملية الأكثر أهمية والأكثر دقة في عالم جراحات التجميل. التعبير ده أبيض أم أسود أم رمادي؟ رمادي. رمادي. هي العملية الثانية في الدقة بعد عملية تجميل الجفون، لأن حضرتك بدأت حوارك بالمليمترات، فالمليمترات تكون في الجرون أولا ثم في الأنف ثانيا. لكل عيان طريقة معينة في تجهيزه من ناحية تشريحية، إعداد خاص يعني، حسب تقسيمات وجهه التشريحية، أبيض أو أسود أو رمادي؟ أبيض. لابد من أخذ القياسات الدقيقة ومعرفة علاقة الأنف بالمناطق المحيطة بها وعلاقة أجزاء الأنف بعضها البعض. المسافة ما بين العينين، طول الشفة العليا، الزوايا ما بين الأنف والجبهة، والزوايا ما بين الأنف والخد، وتناسق أجزاء الأنف مع بعضها البعض، وعلاقة الأنف ببقية الوجه نفسه. عمليات الأنف تحتاج بعد تنفيذها إلى وقت ما لكي تظهر النتيجة كاملة. الحقيقه انه كان زمان مع الاوبن تكنيك او العمليات اللي فيها جرح وفتح للانف كانت بتاخد 6 شهور حتى تظهر النتيجه، اما الان مع الكلوز تكنيك او الاسلوب المغلق اللي هو عمليه الانف بمخدر موضعي وبدون جروح خارجيه ومن داخل الانف كامله، ما بنحتاجش اكتر من 3 ل6 اسابيع حتى تظهر هذه النتيجه. في السابق كان تعديل حاجز الانف واستئصال اللحميه هو الحل الوحيد لاصلاح وظيفه الانف، وإذا كانت لها علاقة بالمشكلة التنفسية، ولكن الآن أصبح التجميل هو الحل الأفضل، بمعنى صح تقدم الصف، ده هو الاختيار الأول. أبيض أسود أم رمادي؟ لا، أسود. أسود. ما زال هناك دور لطبيب الأنف والأذن في تقييم الغضاريف الداخلية اللي بتحيط بفتحات الجيوب الأنفية فيما يتعلق بالجزء الداخلي أو التلتين الداخليين من الأنف. أما التلت الخارجي فبيكون في جزئين يا دكتور أيمن، الحاجز الأنفي زي ما حضرتك ذكرت، وده هو الدور جراحي التجميل، والصمامات، الصمامات اللي هي الصمام الخارجي والصمام الداخلي، ودول اللي احنا لينا دور في التعامل معاهم في كمدخل للجهاز التنفسي العلوي وعمليه التنفس. اما ما زال هناك دور لطبيب الانف والاذن فيما يخص المشاكل الوظيفيه المتعلقه بالتلتين الداخليين من الانف. من الممكن ان يحدث نزيف من الانف بعد العمليه لفترات قصيره، 24 ساعة. ابيض اسود او ابيض؟ ابيض. ما يقلقش العيان ابدا. مظهر الانف ده سؤال مهم قوي، يكون غير طبيعي في الفترات الاولى بعد عمليه التجميل، ابيض ولا اسود ولا رمادي؟ ابيض. ابيض يعني بمعنى ايه يكون غير طبيعي؟ متورم. متورم فقط، انما علاقات الاجزاء ببعضها البعض بتبان من على ترابيزه العمليات. طب نشرح للناس ليه بيحصل تورم في الانف والوجنتين بعد عمليه التجميل؟ من المخدر الموضعي اللي بنحقنه ببساطه شديده جدا. احنا العمليه بنعملها العيان وهو صاحي،
بياخد مخدر موضعي فيه، لما حضرتك بتروح تعمل حاجه عند دكتور السنان وبيحقنك المكان ده بيكون مورم شويه نتيجه للسائل الموجود. ناهيك عن الاجراء الجراحي اللي بيتم اللي هو بيضيف الى تورم الانسجه، ده بياخد له من 3 ل 6 اسابيع علشان يروح. اما الزرقان لا يوجد تماما في عمليه الانف او في مكان الانف نفسه، ولكن بيوجد اسفل العينين، علشان كده بنقول انه الانف نفسه ما بيزرقش ولكن اسفل العين ده بيزرق نتيجه في بعض الحالات اللي محتاج فيها الكسر العظم للتعامل معاه. الورم والزرقان بياخدوا قد ايه يا دكتور ايمن؟ بياخدوا مده من اسبوع ل 10 ايام بحد اقصى حتى نصل للشكل النهائي من 3 ل 6 اسابيع. السؤال كده مهم بس هيفتح في عقول المرضى اللي عندهم مشاكل في الانف تساؤلات معينه. ممكن جدا عمليه تجميل الانف نتخيل نتائجها قبل اجراءها ويكون قدامنا كما نرى بالظبط نتائج مثلا اي جراحه اخرى في الجسم، شفت الدهون والى اخره وتنسيخ القوام، الانف كذلك ابيض اسود ام رمادي؟ اسود طبعا. اسود. الحته دي مهمه عايز افهم. هنا نعود للقاعده الرئيسيه انه لا يوجد هناك انف جميل ولا انف مثالي، ولكن هناك انف مناسب. ده يجيب على سؤال حضرتك ان انا ما عنديش انف اسطمبه معينه اقدر اركبها على وجوه مختلفه تكون مناسبه، وما فيش انف جميل ينفع يناسب كل الاشكال والاشخاص والذكر والانثى، ولكن هناك الانف المناسب. طب شكلي ايه بعد العمليه؟ هو الانف الذي يخلو من العيوب ولا يلفت النظر انه تم به اجراء جراحه. تاني يعني لما اشوف حضرتك ما الاقيش ديفوق اعلق عليه بعد العمليه ومحدش يعرف ان انا عملت عمليه، مش عشان انا مخبي، عشان ما يبقاش ملفت للنظر ان هذه الانف معموله. بفرض ان انا ما اعرفوش قبل العمليه. بالظبط. يعني واحد النهارده شفته لاول مره مش المفروض اقول له انت عملت انف او عامل انف. بالظبط. هنروح للجزء الثاني في الحوار لان ده جزء مثير جدا. احنا خلصنا الجزء اللطيف الجميل في الحوار اللي هو ابيض واسود ورمادي، الجزء العلمي يعني. طب العالم بقى الواقع، اذا لازم نفهم الواقع ده في المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ انا هبدا بسؤال ساخن ساخن. جراح جاله مريض وهذا المريض عنده عيب معين في الانف موجود من عمليه سابقه، فقال له الجراح لا يمكن اصلاح هذا العيب، العمليه خلاص بايظه يا ابني وروح وكنتم معه، وطبعا لا يخلو الامر من كلمتين في حق الذي اجرى العمليه الاولى سواء في مصر او خارج مصر. هل ده التصرف ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ هو بريء لانه قال له انا ما اقدرش اعمل لك حاجه، هو جاني لانه اخطا في زميله لما اتكلم عنه مش كويس. طب ارجع اسال تاني، طب المريض هنا يروح لفين؟ هو المريض منهار خلاص. انا النهارده كان عندي حد عامل عمليه في انفه 4 مرات وغير راضي، وقلت له هنعمل العمليه، وكان عندي حد عامل مره وقلت له انا ما اقدرش اعمل لك العمليه، لانه احنا وصلنا لمرحله انه فعلا هنا هيبقى درجة قبولك للعملية 60%، دخلنا في الإصلاح وليس في التجميل. لو قبلت ب 60% هعمل لك العملية، لو لم تقبل مش هعملها لك. المريض اللي بيرفض القيام بعملية تجميل في الأنف لأنه بيعتقد أن عمليات تجميل الأنف ممكن أن تؤدي لمشكلة في التنفس، وأنا خلينا نقول أن هذا المريض محظوظ لأنه في مشاهير في الفترة الأخيرة عملوا عمليات أثرت فعلا على التنفس بتاعهم، عملوها في دولة خارج مصر او في عدة دول خارج مصر. بريء، عنده حق. عنده حق. الحل ايه طيب مع 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 المشكله دي، مع المعضله دي؟ الحل في الوعي اللي حضرتك بتقوم بيه في برامجك الطبيه المتميزه والاساتذه اللي بتستضيفهم وبيشرحوا للناس الامور بكل امان. هو العيان ما بيجيلناش علشان نقنعه بالعمليه، العيان بيجيلنا ولا نزيل مخاوفه، العيان بيجيلنا عشان نوصل له المعلومه بمنتهى الامانه. لما المعلومه بتوصل له بامانه وبنسب طبيه وباحصائيات سليمه وبصور حالات زي اللي احنا بنعرضها، يبقى الحل موجود. واخد بال سيادتك؟ الاقوى من كده اللي احنا عملناه وبداناه في مشوارنا الطبي برضو، احنا بنجيب الحاله معانا بتتكلم بنفسها عن اللي شافته واللي كانت فيه وبتتنفس عادي وصحيه بتلعب يعني. بس المشهور
دايما راكز في عقول المشاهدين، الشخص المشهور يعني مؤثر بشكل اكبر على عقول المشاهدين. لو عمليه انف لحد من المشاهير فشلت، هنا عمليه الانف اتحطت في قفص الاتهام، مش اللي اجراها، العمليه نفسها. دي حقيقه. تذكر سيادتك ممثلين مشهورين اجروا مثلا عمليات شد وش وكان شكلهم غريب جدا، فده اساء لعمليه شد الوش، وده بيؤكد كلامك 100%. ولكن في الاخر احنا بنبني درجه وبنبني بنايه لا نهايه لها ان شاء الله باذن الله من الوعي. وعلشان كده ننقل المريض لدرجه ان هو بيجي يا دكتور ايمن بعد الحوارات والمجهود اللي احنا بنبذله، بيجي عامل التحاليل، بيجي يشرح تاريخه المرضي، بيجي عارف المعلومات بشكل جيد جدا، وبالتالي هو مدرك تماما للمزايا وللعيوب وللاعراض الجانبيه. اذا هنذهب الى المنطقه الهامه الثالثه، وهي الوهم والشك واليقين. وهم، شك أم يقين؟ الجزء ده ياخد وقت طويل، لأنه عملية تجميل الأنف مصحوبة بكثير من الأوهام والتشككات، واليقين فيها مش واضح، لكن لأنها عملية تقنيتها صعبة، تقنية صعبة وفيها تفاصيل دقيقة. لكن خلينا نبدأ الأول، أنه المدرسة أو المدرسة المصرية مدرسة تنفرد بأنها تخلق خط فاصل واضح جدا بين الرجل والست في عملية تجميل الأنف، ولا شك ولا يقين؟ المدرسة المصرية الكلاسيكية. المدرسة المصرية تأثرت بمدارس كتير، فهي ما بقيناش نقدر نقول إن هناك المدرسة المصرية الخالصة، لأن هناك تعليم محلي، وهناك تعليم أوروبي، وهناك تعليم أمريكي، وهناك تعليم تجاري للأسف، اللي هو حضرتك وصفته في الجزء السابق بالاستنباط. فأنا ما بقاش عندي المدرسة المصرية الخالصة، ولكن أنا بنتمي للمدرسة الأوروبية اللي هي بتتعامل مع النسب والأنف المناسب، وليس الاستنبا او الانف المثالي او اللي اقدر اقول ان انا اعمله. وهنا ياتي الاجابه على سؤال حضرتك، طبعا هناك فرق في مقاييس الانف بين الرجل والمراه لابد من معارضتها. التصريح في السابق كان غير مضمون، والتطور الكبير في عمليات تجميل الانف كان في بطيء لغايه فتره محدده، وانطلق انطلاقه كبيره للغايه. وهم ولا شك ولا يقين؟ شك. شك. ليه بقى شك؟ من خاف سلم. الانطلاق اللي حضرتك بتقول عليها دي قد تعطي الأريحية لبعض المرضى أو بعض الجراحين إلى استسهال العملية. العملية سهلة للخبير المتمرس اللي هو قدر يوصل إنه العملية ينجزها بمخدر موضعي، قدر يوصل للعملية بإنه العالم كله بيتعلمها منه، إنه هو بيعملها بشكل دقيق بدون جروح خارجية بنتائج جيدة جدا ومقبولة ليه وللمريض، بعملية يقدر يتعامل فيها مع مشاكل أجراها جراح آخر. إنما إن الموضوع بقى سهل، لا هو مبقاش سهل. يعني حتى التمرس بيخلي وقت إنجاز العملية ساعة، بس أنا لما باجي أعلم حد بقول له أعملها في ساعتين وثلاثة، مش مهم إن أنت تنجزها في ساعة ولكن تنجزها بشكل سليم. مراعاة البروفيل الشكل الجانبي للأنف أمر ليس بالسهل، وهذا هو الفارق بين المتمكن من هذه الجراحة وبين من يخطو خطواته الأولى في هذه الجراحة. أحد الفروق طبعا يقين. 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 الحتة ديت على فكرة أنا بشوف كثير من الناس اللي عاملة عملية أنف ما بتراعيش البروفيل، ما بتراعيش الجنب خالص، بص تلاقي الأنف من لحم الجنب كارثية. الحكاية ديت ازاي ناخد بالنا منها فنيا؟ لا ده هي دي الأساس، ده أنا بقف على جنب العيان. يعني أنا لما باجي أقف شايف حضرتك الصور والحاجات اللي موجودة، أنا بقف على جنب العيان، فإزاي أنا أبقى شايف حاجة كارثية وأقول الحمد لله الحمد لله على السلامة؟ ما ينفعش. طب العمليات اللي تمت قبل كده وشفناها المشاهير وجنب من الجنب كده الأنف كأنها مش موجودة، دي إيه اللي حصل فيها؟ اتعملت في حتت واتعملت بره، إيه اللي حصل فيها؟ إيه الغلط؟ الغلط هنا عايز اقول لحضرتك انه مش لازم يكون الجراح اللي عمل العمليه قد ما المريض نفسه ما كانش راضي فاتنقل من جراح لتاني لتالت. انا شفت ناس كان عندهم انف مقبوله ولكنهم راحوا لناس بوظوها. الاصرار النفسي. بالظبط الاصرار النفسي. تغير الصوت هو من احد الاحتمالات بعد عمليه تجميل الانف، وهم ولا شك ولا يقين؟
احد الاحتمالات يقين مؤقتا. مؤقتا مؤقتا. يتغير الصوت بنغمه تون، بنزل تون مثلا، نتيجه لاحتقان الغشاء المخاطي، وده بيؤدي زي ما يكون واخد دور برد، وده شيء طبيعي. عندي كارت اصفر وعندي كارت احمر، عندي طريقين، طريق سلامة وطريق ندامة. مين اللي هتديله كارت الأصفر في عملية تجميل الأنف؟ قد يكون مريض، قد يكون دكتور، زي ما أنت عايز. نقي الأصفر والأحمر. الأصفر ده ينزل، مفيش كارت أخضر. هو كارت أخضر ده حلو، ده هيديني ناس كتير قوي، هيديني كل كويسين. فما هو تقريبا في كارت أخضر بدأ يطلع في الكورة، لكن خلينا نقول الأصفر والأحمر. الأصفر إنذار تهديد. لعيان ولا مريض؟ زي ما أنت عايز. لعيان ولا دكتور يعني؟ زي ما انت عايز مطلق الحكم. عيان او طبيب. يعني الكارت الاصفر هديه لقليل الخبره، والكارت الاحمر هديه للمريض النفسي. كارت احمر ده بيبقى ده بيتعمل عليه اصل ابو حظ يعني انا خلاص قليل الخبره ده يبقى طبيب. لان احذره، فاهم قصدي؟ لانه ما في حدش كبير على التعليم ويتعلم. انما الاحمر ده خد بالك هيجي لك عيان راجل واخد بقى، انا بقول للناس كلها هيجيله عيان راجل، ده اللي هيبقى ولا ست راجل بيعمل عمليه تجميل انف. هنا اصلها قصه، انت بتحكي تجارب. انت عارف لما يجي لك العيان تبقى عارف هو عمل ايه في العشر سنين اللي فاتوا من قعدته معاك كده، فهيجي لك عيان راجل، بقول لزمايلنا يعني قبل ما ياخدوا الكارت الاحمر ده، هيجي لك عيان ويشكو من حاجه في الانف، وانت بتفتقد للتحليل النفسي، ويعني هتسيب المهنه بسببه. هيقلب لك حياتك للجحيم. نبقى انتاج احد المسلسلات المشهوره في امريكا، عملوا حلقات على المرضى السايكيك اللي بيروحوا عند دكاتره وبيعملوا بيقعدوا بقى يطردوهم في المسلسل. الدكتور بيتعشى يلاقي الدكتور المريض جه قاعد جنبه وبيكلمه. بس طلع البيت. انا مره عيان كان بيستنى افلام بالبيت. لا لا لا، ده عيان جه شكوته في العياده، حرام عليكم انتوا خليتوني جميل. ده انتوا غيرتوا خلق ربنا وخليتوني جميل. طب انا ما كنتش اعرف ان العمليه تعمل فيها كده. طب انا يعني، طب كنا نخليك ايه؟ طب عارف ده تاخده 10 سنين ما فيش، هو ما يعني خلاص. في كل الفروع الطبيه الطب النفسي. طيب طريق سلامه وطريق الندامه. طريق السلامه في عمليات تجميل الانف، وطريق الندامه، وطريق الروح ما يرجعش. طريق السلامة. طريق السلامة هو الوعي. والمثل الشهير اللي بقوله في كل حلقة، من خافش ليه؟ خاف، ما تخافش ليه؟ ما تخاف عشان تسأل وتعرف وتستفسر وتتفرج، فاهم قصدي ايه؟ طريق الندامة الاستعجال والفرجة على المراكز التجارية والاسترخاص وكده، وشك وانت اللي هتندم عليه. الندم في الأنف ليس بعده ندم. حقيقة. يعني حاجة بتبقى قاسية جدا، انه حد بقى لانه وظيفيا كمان هتتأثر. أكيد. فالتنفس والنوم ومش عارف ايه، الجميل العملية تطلع جميلة، سعادة ما بعدها سعادة، استرخص واستسهل واروح واجري وما ادرسش وما اشوفش الجمعيه المصريه لجراحه التجميل قالت ايه والريسيرش وهو الى اخره. احنا بتاعي حفظنا الناس يعني ايه يعمل ريسيرش على الجمعيه المصريه لجراحه التجميل. ده بسيطة، احفظوا كلام. عايز تعمل ارجع للجمعية المصرية لجراحة التجميل، واضح السايت بتاعها، واضح كل حواراتها، واضحة جدا جدا. انا سعدت السعادة غامرة بهذه الزيارة الجميلة وهذا الحوار الرائع. والانف لا تنفك من ان تدرس بدقة شديدة، وزي ما بيقولوا يعني ايه، هي تستحق منا هذا الاعتناء الشديد جدا في عالم مهم جدا. اللي عندهم مشكلة في الانف ممكن حياتهم بجد تبقى محورها الحكايه دي، ويركز فيها جدا جدا، ويسالك في كل حته في اي مكان، تلاقيه هو سايب حياته، سايب عادته وعشاه، وسايب مراته، سايب ولاده، جاي قاعد معاك، قول لي بقى انا هعمل ايه في المناخير. نورتنا دكتور محمد. شكرا. ضيفي العزيز الاستاذ دكتور محمد ابو زيد كان معنا في هذا الحوار المثير. خليكم دايما معنا. سلام. انما ال 3D برينتر بيعمل لي السنان بتاعه المريض نفسه. كل ما اعتقد ان احنا وصلنا الى القمه تبان ان احنا لسه قدامنا قمم اخرى. التقويم كان قبل كده لعبه فرديه، انا بلعب لوحدي. طب بقول لكم ايه بقى؟ روح المانيا هاتوا لي الجهاز ده.
الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، مدرس طب الأسنان بكلية طب أسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور جامعة عين شمس، زميل الكونغرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. أهلا بكم. في ناس كتير قوي على فكرة دلوقتي عندها كونسبت غريب جدا، خصوصا باين جدا ده على وسائل التواصل الاجتماعي. تلاقي ايه، حد مثلا عنده سنانه مفقودة او سنانه غير موجودة او غير جيدة او في عيب ما في الشكل، هو مصدق شخصيا انه هو كده حلو قوي، انا كده وقابل نفسي كده والمفروض غيري يقبلني كده. الحكايه دي في الاسنان، الحكايه دي في السمنه، الحكايه دي في التجميل بتتقال، وده غلط شديد جدا جدا. ليه؟ برضو تقعد مع حد تقول له في عندك سنه واقعه او مكسوره هنا، لا خسر، رحت للدكتور قال لي عشان السنه دي هيزرعها وبتاع، فممكن تاثر على السنتين اللي جنبها، فيبقى انا زرعت سنه واثرت على سنتين. ده فكر كده بيقوله هو وخلاص. طب انت ازاي قابل ان انت تعيش بهذا الشكل، بهذه السنه، بهذا الشكل اللي مش حلو؟ يقول لك انا قابل، انا كده واللي عاملني عايزني كده يقبلني كده. وتلاقي بقى بيكتبوا الكلام دوت على وسائل التواصل الاجتماعي وبينقلوه لبعض، تلاقي واحد كاتب انا شكلي كده وعلى الاخر انه يتقبلني كده. لا يا سيدي، مش على الاخر انه يتقبلك كده، ومش المفروض تقول كده. والكارثه انه ممكن يكون حد يعني له ثقل عند الناس، مسموعة كلمته عند الناس، غلط تماما. انت فيك عيب لازم تصلحه، ولازم تلجأ الى الطب عشان يصلحه. مفيش، ربنا ما قالش كده ابدا، مفيش حاجة اسمها انا كده واللي على الغير انه يتقبلني كده. واحد ومراته اسنانه وحشة ومبايظة ويقول لك هي بتحبني كده وانا زي ما انا، الكلام ده ما ينفعش، الكلام ده ما ينفعش خالص. النهاردة حوار مثير للغاية ومهم للغاية، والحقيقة مع ضيف مهم للغاية، وطبعا بنبقى سعداء جدا في وجوده معنا. كان في الدكتور يعني حدث ولا حرج، والناس الحلوة بتسعد دائما بوجوده أيضا في حوار سيكون شديد الصراحة، لأنه هو هنا بيكون شديد الصراحة وشديد القلب. طبعا ضيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أهلا بك يا دكتورنا. أهلا بك دكتور أيمن، منور الناس الحلوة. الله يخليك، منورنا. قبل ما أدخل في الحوار، الحتة اللي أنا قلتها دي، الناس يبقى عندها أسنان مش مظبوطة، سنة رايحة وبتاع، ولا أنا كنت قابل وراضي وأنا ويتقبلني الناس كده زي ما أنا ومش عارف إيه والكلام ده، الكلام ده بتسمعه ولا بيبقى خلاص قرر؟ ده دي مشكلة. والفكرة في حاجة، ان هو في مقولة مشهورة دايما لينا رد مهم قوي في الموضوع ده، ان حضرتك النهاردة ده نوع من انواع المرض. يعني انا لما يبقى عندي سنة مفقودة او سنة فيها خراج او سنة مكسورة، كون ان هي مش وجعاني، ده مش معناه ان انا ما عنديش مرض. زيه زي لما يبقى عندي سكر، زيه زي ما يبقى عندي ضغط، ده حاجة تستوجب العلاج. يعني ربنا خلق لي الداء وخلق له الدواء. فلما زي ما يبقى عندي انفلونزا، ده مرض، انا حاجه عندي فيها مشكله في الاسنان، مشكله لا تقل اهميه عن اي مشكله عضويه اخرى في الجسم. ده اللي انا اقصده، يعني مقصودش سوءها او مضاعفاتها او كده، انما اللي اقصد ان هي مشكله عضويه في عضو من الاعضاء اللي هو السنان يستلزم العلاج. ايضا عدم انتظام الاسنان ده مرض. يعني انا النهارده لما يبقى عندي السنه دي معوجه، السنة دي هتحشر أكل، السنة دي هتعمل لي التهابات في اللثة، تعمل لي تجمع بكتيري، تخلي ريحة بقي وحشة، تخلي في باستمرار في التهابات وألم وكلام ده. أو لو ما فيش ألم، مش دايما نترجم، أصل هو الفكرة في إيه؟ السنان الأعصاب اللي واصلة لها ما بتوصلش غير نوع واحد من الإحساس اللي هو الألم. يعني أنا عندي في أنواع مختلفة من الإحساس، ويمكن الناس دي كتير ما تعرفهاش في الأعصاب. بتنقل إيه؟ بتنقل ألم، بتنقل حرارة، بتنقل طعم تذوق، بتنقل ضغط، كويس، بريشر بالظبط. فالكلام ده كله العصب بتاع السنة لا يستطيع ان يترجم شيء سوى الالم. فالمريض لما ما بيبقى عنده الم خفيف يقدر يستحمله، او الم ما فيش الم خالص، فاذا ما بيقررش انه يروح لطبيب الاسنان. كان عندي لسه كنت
كنت جاي من المطار امبارح من المانيا فقابلني احد المرضى حد قابلني في الدور نازل من الطياره بالدكتور شادي انا عايز اجي لحضرتك بقالي فتره كبيره قلت له اهلا وسهلا بحضرتك فقال لي انا عايز عندي سنتين معوجين ومضايقني جدا والكلام ده كله بس انا مش شايف ان دي مشكله قلت له السنان المعوجه دي اكيد مسببه لحضرتك التهاب اكيد مضايقاك في العضه ده انا كمان بعض على شفتي وانا طب ما انت لما هتعض على شفتك ده في حد ذاته حاجه عضويه مش مظبوطه فاذا السيكولي دي او التتابع ده هيؤدي لمشكله فكل ما هو يؤدي لمشكله يجب علاجه ربنا بيدينا انذار بألم بسيط ده مش معناه ان انا استنى لما يبقى الالم الكبير عشان اروح اذا الحوار النهارده هياخد جوانب كثيره يمكن الزراعه تكون بطلت الحوار في الاساس لكن كالعاده التجميل سيجد طريقه وايضا علاقه الزراعه والتجميل والتكنولوجيا معا هذا الثلاثي الهام جدا تعالوا نروح لبدايه الحوار في الابيض والاسود والرمادي ابيض اسود ام رمادي كلمة تجميل الأسنان أصبحت تضم الآن علاج الأسنان ثم تجميل شكل الابتسامة الخاصة بالشخص نفسه أبيض أسود أم رمادي 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 ليه رمادي ليه رمادي لأن أنا معترض على كلمة تجميل الأسنان هي مش تجميل الأسنان هي تجميل الابتسامة كويس إحنا كل شوية منظورنا للأمر بيختلف حضرتك النهارده انا كنت بفكر الاول في السنان سنان بس وفول ستوب سنان وفول ستوب لا السنان دي بتسند لسه بتظبط عضه تاثر على فك تاثر على عضلات وش تاثر على تعبيرات وش تاثر على تجاويف موجوده وخطوط تعريج بتتوجد في الوش نتيجه عضه مش مظبوطه تاثر على اسيمتريه شكل الناحيه غير شكل ناحيه فانا حاليا دلوقتي النهارده جزء اساسي من تجميل الاسنان هو تجميل الابتسامه كل ما هو محيط بالابتسامه من شفه وخدود وعضلات وخد والكلام ده كله فده لازم نبقى فاهمين ان لما مثلا عندي حاله بالمنظر ده السنان شكلها وحش جدا بس نفس الوقت العضه مش مظبوطه السنان بتعض ادج تو ادج او الحواف على حاف على بعضيها الكلام ده كله يخلي ان الواحد لما يجي يقطب مثلا ممكن يعض شفته التحتانيه زي ما احنا شايفين كده الشفه التحتانيه داخله لجوه الابتسامه نفسها مش مظبوطه خط الشفه مايل الكلام ده كله يسبب لي ان التعريج اللي موجوده في الوش والخطوط اللي بيسموها الرينكلز دي اللي الناس بتروح تحط فيها بوتوكس وتحط فيها مش عارف ايه علشان خاطر تجملها ده طب حضرتك النهارده الاساس لو انت عدلت اتجاهات وعضه الاسنان مش هيصبح في المشاكل دي فهو دي نقطه نمره واحد وعشان اعمل كده لازم اعالج عندي سنه مسوسه عندي سنه محتاج اتجاهها يتغير فهطلعها لبره بتركيبه او عن طريق التقويم الانتجريشن دلوقتي او التتابع مع الاسنان جنب بعضيها شايف الضحكه بتاعت الشخص اختلفت كليا وشه هيختلف بعد كده خالص تحس يو فيل او بتحس انه هو بقى اصغر سنا الزراعه الزراعه تقدمت تقدما رهيب وطرقها الحديثه الان اصبحت يعني زي ما بيقولوا تحتل الصداره وازاحت الطرق القديمه فاصبحت استخدام الطرق القديمه في الزراعه كما يقولون بالظبط كده زي اللي بيستخدم التليفون الارضي مكان الموبايل. ده ابيض اسود ولا رمادي؟ واضح انه ابيض. ابيض قوي ابيض قوي الحقيقه واللي ساعدنا في كده ثلاث حاجات بترتيب اهميته. اول حاجه نوع الزراعه الحقيقه احنا رغم الغلاء اللي بيحصل في الاسعار وغلو العمله والكلام ده كله الا ان احنا مصرين ان احنا نتعامل بالزرع الالماني اللي هي اسمها ميدنتيكا والام امبلانتس ليه لان هي اولا بتمسك في 7 اسابيع اتس فيري فاست في معظم السيتويشنز يعني في زرع بتمسك في 4 اسابيع بس في ليها 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 دواعي استخدام وفي حالات ما تنفعش فيها الـ7 اسابيع بتوع ميدانتيكا احسن من الـ4 اسابيع بتوع الزراعات التانية ليه؟ لان احنا عندي نسبة اعلى بكتير جدا بتمسك في الوقت ده. دي نقطة نمرة واحد، نقطة نمرة اتنين ان انا عندي تعامل اللثة معاها والعظم معاها عالي جدا،
عالي جدا، نسبة نجاحها من الزراعات الهائلة جدا. الحاجة التانية الزراعات اللي تتمسك بالمسامير والزراعات المايلة بتاعتها اللي احنا بنقدر نزرع بيها 12 سنة على 4 أو 6 زراعات، ده وفر كتير للمريض وخلى نسب النجاح عالية جدا. ان انا اخد زراعات دي، الزرعة المايلة يمكن دي الزرعة الوحيدة اللي معمولة كده في العالم، واخدة احسن تصميم 2016. فدي من الحاجات الممتازة جدا جدا في بتاعه ده، الاولون 4 طبعا، وممكن نعمله اولون 6، ان احنا نحط 4 زرعات ونحط عليهم كوبري اسنان طبيعية. هو المريض اللي يفرق معاه ايه يا دكتور ايمن؟ المريض اللي يفرق معاه ان هو مش فارق معاه انا حطيت ايه تحت، وفارق معانا انا عايز سنان اكل بيها. فانا النهارده لما يبقى عنده سنان ياكل بيها في خلال من 4 ل7 اسابيع، دي نقطه نمره 1. يبقى عنده تخطيط، دي النقطه الثانيه، الاشعه المقطعيه. يبقى عنده مش هفتح جراحه، تعني له ان انا مش هفتح جراحه في معظم الاحيان. لو انا عندي العظم حالته كويسه يبقى انا مش هفتح جراحه في معظم الاحيان، استغل بالدليل الجراحي، ودي اللي هي الاشعه المقطعيه واستخدام الدليل الجراحي في الزراعات. النقطة الثالثة اللي هي مهمة، الأنواع الجديدة من التركيبات اللي هي بتخلي لي البورسلين النقي قوي اللي هو الزركونيا الشفافة قوة عالية جدا. احنا بنشتغل بقوة من 600 ل 900 ميجا باسكال، اللي هي كانت بالنسبة للبورسلين الزجاجي 300 ميجا باسكال، فده القوة بتاعته، فالضعف أو الثلاث أضعاف. في نفس الوقت نقدر نعمل بيه الكباري، نقدر نحمل بيه الزرعات، نقدر نتعامل بتربط، نقدر نعمل منه شكل حلو للسع، شكل حلو للسنان، نظبط بيه الابتسامه. كان اقصى امال المريض انه يبقى عنده سنان ثابته ياكل عليها او لما يضحك يبقى في حاجه جوه بين لونها ابيض، انما ان السنان دي تبقى نسبه نجاح عاليه ويعرف ياكل حلو والسنان دي تعدل لي شكل وشي، ده اعلى من توقعات اللي كان بيطلبه مننا المريض، والوقتي بنقدر نديله عن طريق الزراعه. هنسمع حاله دلوقتي نشوف هي بتشتكي من ايه، افكارها، تخوفاتها، اذا كانت قلقانه من شيء. هنسمعه، مهم جدا نسمع المريض في الكلينيك عندك، واكيد هنستفيد من سماعنا له اسئله واجابات مهمه جدا. تعالوا نشوف مع بعض. انا عندي ضرسي مخلوع وانا جبانه جدا من موضوع الحقن والحاجات دي، فقالوا لي كنت عايزه ارجع اركبه تاني لاني انا ما بعرفش اخد راحتي في الكلام في الضحك كده يعني. فقالوا لي ان في مشكله كبيره قوي، ان انت لازم عشان تركبيه تاني لازم جراحه ومشرط وغرز يعني غرز هتتفك وحاجات كده. فلقيت الموضوع هيبقى داخل ازاي عمليه، وموضوع صعب قوي قوي يعني، فانا بقلق جدا. فقلت لا انا مش هقدر ان انا اعمله يعني. هذه الفكرة اللي عند بعض الناس انه زراعة غرز وفك وقطع عملية. As long as او طالما ان انا ما عنديش زراعة عظم، عندي العظم كويس، حالته كويسة، في 90% من الحالات لا هي مش عملية خالص. احنا ما بنعملش يعني دليل، ده ميزة الدليل الجراحي، يعني دي بنوتة صغنطوطة عندها سنة واحدة مش موجودة، الضاحك اللي بعد الناب على طول، فدي ما فيهاش مشكله خالص. ان احنا بنقوم اشعه مقطعيه، ومن خلال الاشعه المقطعيه بنحط الزرعه على الكمبيوتر ونقبل الدليل الجراحي. دي حاجه بلاستيكيه بتركب على السنان، فيها اتجاه الزرعه بيتحط ازاي، يعني اللزن قد ايه، دقيقة ونص بيكون المريض مخلص كل الاجزاء بتاعه. احنا اللي بنقعد نشتغل على الكمبيوتر شويه، طبعا هو ما بيشوفش الكلام ده في الجراوند، الدكتور الجراح بيقعد يحط الزرعه على الكمبيوتر بابروف، بحط بقول له اوكي الزرعه دي تمام، يقوم واخد الزرعه مديها للمعمل عندي، يقوم مديها له عاملها بالكمبيوتر يعمل له الدليل الجراحي، يجي المريض يحط الزرعه بتاعته في دقيقتين يمكن، وبعدين نعمل اشعه تاني عشان نطمن عليه. الفكره في ايه؟ ان انا النهارده ببقى الموضوع بقى سهل قوي، بقى الموضوع غايه يعني ما بياخدش دقائق، مفيش الم، دي ما بيبقاش فيها جراحه. حتى لو حاله مثلا فك كامل وعندي مفيش اسنان خالص وعنديش عظم، فبنبتدي برضو ان احنا بتبقى فتح صغير وبنعمل موجات صوتيه والدنيا لطيفه. يعني الموضوع جنرالي بشكل عام بقى اسهل بالاول بكتير جدا، بقت العمليه ما بتاخدش دقايق، بقى الموضوع نسب النجاح، وده اللي يهمني بقى الحقيقه، نسب نجاح الكلام ده عليت قوي يا دكتور ايمن، عليت قوي 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 قوي، بقت زي بالظبط واحد جاي يعمل عنده انفلونزا كده، انت بتعالجه من الانفلونزا، نسبه نجاح الانفلونزا تقول برسنت قد ايه. فنفس القصه طبعا، في طرق كتيره بقى لتعديل الجزء العلوي بتاع الزرعه،
في ان انا ممكن اعملها مانيوال والزق عليها، في ان انا ما بيجي لي جزء جاهز دلوقتي بالكمبيوتر، ودي ميزه ميدنتك الحقيقه للام امبلانت ان انا اقدر احط ده بالكمبيوتر ومعامل مجهزه بالكمبيوتر، يبقى الطربوش نفسه بيتربط على الزرعه. الالوان والاتجاهات بقت بمزاجي قوي بقى دلوقتي، النهارده مفيش حاجه تحكمني لا اصلا العظمه عندي هنا فاحط الزرعه في الاتجاه ده، لا مش الكلام ده. ولما احط الزرعه في الاتجاه ده طب انا استفدت ايه؟ المريض وصل ايه؟ واحد حاطط له زرعات طالعه لبره قوي، وتلاقي ان هو بيضطر ان هو يحط له اسنان عليها مربوطه، قصدي ملزوقه، تبقى عامله له ضب، يقول لك انا اسناني عامله لي ضب. لا احنا ما الكلام ده ما بقيناش بنعمله. ليه؟ سببين. السبب الاولاني ان انا بخطط كل حاجه بالكمبيوتر دلوقتي، السمايل والضحكه. النهارده كنا لما حضرتك بتحط اسنان وانت بتحطها في فم المريض تفوجئ ان الشفه طالعه لبره، الكلام ده انت هتشوفه على الكمبيوتر دلوقتي، هتشوف الشفه طلعت لبره، هتلاقي السنان طالعه بره مستوى الشفه. فمفيش دكتور يعني سوري لو حمار هيقدر يعمل كده لو هو عمل الديزاين بهذه الطريقه. النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ان حدوته السكروتين ده او اللي بتربط ده اصبح ان انا ممكن اربط الكوبري من فوق من هنا بس السنه تحت، غير لما كنا زمان الزرعه طالعه هنا لازم احط السنه هنا. فالحوادث اللي بتربط دي حاجه لطيفه ومهمه وبقى اصبحت خلت فيه تكنولوجيا جميله. طيب تعالى في ظل هذا الحوار الهادئ المليء بالدبلوماسيه اروح معاك للمتهم والجاني والبريء. يعني ليه؟ عشان انا يعني لازم اخذ منك النهارده جمل واضحه في هذا المضمار الهام في عالم الزراعه، لانه عالم الزراعه انا مقتنع يا اما امتلك التولز ان انا اعمل زراعه بالطريقه الحديثه، يا اما الزراعه هتبقى قصه صعبه جدا بالنسبه للمريض جدا. ده انا اقتناع الشخص الدكتور شده ملوش دعوه. انا اللي بقول لك. خلينا نروح للمتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ من يقوم بالزراعه ولا يمتلك جهاز السرك هو مغامر في المقام الاول، او بمعنى صح مرهق بشكل عنيف لمريضه. الكلام ده يعني من يقوم بذلك يعني ده متهم ولا جاني ولا بريء؟ طب خلينا نشيل السرك واحط الاشعه المقطعيه. ماشي اوكي ماشي يعني خلينا الاثنين. لا اصل اقول لك انت الزول زعل مننا الناس. طب هو الاشعه المقطعيه واضح ان هو هيبقى جاني يعني. لان هو اصل هو سرك نقول عليه بريء برضه لغايه لما يثبت العكس. بريء لان هو ممكن يعمله مش بسرك بحاجه ثانيه كمبيوتر برضه، اصل السرك ده اسم المنتج. فممكن يعمله بحاجه ثانيه كمبيوتر وتطلع نتائج حلوه. اوكي كويس. بس انا اللي انا اقصده ايه؟ الاشعه المقطعيه هي اللي هتخليه يحط الزرعه يبقى شايف، يا اما هيفتح علشان يشوف، ودي كارثه. يعني حضرتك النهارده اشتغلت زراعه، عملت اشعه مقطعيه، شفت العظمه، حطيت الزرعه في العظمه، عرفت الاتجاه بتاعك، عملت التخطيط. حتى لو انت ما عندكش التول انك تعمل دليل جراحي، بس انت فاتح، انت قبل ما تفتح تعرفت فين. كويس. فانت النهارده عامل زي بالظبط اللي بيفتح يدور على الكبد، اللي بيفتح يدور على الكلى. كويس. غير لما بيعمل السونار ولا بيعمل ده بيعرف الحصوه فين ويخش عليها. فهو نفس القصه، هو عمل اشعه مقطعيه، عارف الزرعه فين، حط اتجاهها وعرف مقاسها وعرف الكلام ده كله. كنا زمان من not from long يعني، بس مثلا 2 years ago كنا لما بنيجي نعمل الزرعه كنا بنفتح نتفرج ويبقى معايا مقاسين اكبر ومقاسين اصغر في الطول ومقاسين اكبر ومقاسين اصغر في العرض. فاجيب معايا 8 زرعات احطهم قدامي عشان انقي منهم واحده وانا جوه الجراحه. فده اللي كان بيحصل في الهيستوري. دلوقتي لو ده اتعمل دي جريمه. اذا سنذهب الى المنطقه الثالثه وفيها سنرى ماذا حدث لمريضتنا التي كانت تتخوف تخوفا كبيرا من عالم الزراعه، وكانت ترى انها عمليه فيها محيط وسيناريو ودرامة العمليات من فتح وخيط ومشاكل والم والى اخره. اذا سنذهب الى الجزء الاخير، شوف ما هو الوهم والشك واليقين. وهم شك ام يقين؟ تساقط الاسنان من الفم ينتج عنه او يعني يسبب مشاكل خطيره تؤثر على الجسم، من
مشاكل في الهضم وقصور في عمليه الهضم، احراج شكل جمالي، ايضا نمو بكتيري وبالتالي روائح سيئه. واهم شكل يقين طبعا، يقين واضح. يقين جدا طبعا، يقين جدا. مهم ان احنا ناخد بالنا ان اي فن مش موجوده هي هتاثر على ثلاث حاجات: السنان اللي جنبيها، السنان اللي قصادها، الحدوته العضلات بتاعت الفك، حجم التكون البكتيري والتنظيف بتاع المنطقه دي. يعني انا عندي مريضه النهارده بتقول لي انا عندي بكتيريا جدا كتيره جدا على الفك السفلي، على تركيبات عاملاها، على زرعات. السبب انا مش شايف السبب ده، انا حتى ما بستخدمهمش. ما هو انا حتى ما بستخدمهمش دي هي حضرتك هي الكارثه. اتس ادوس يوز اتروفي، عدم وجود سنان مقابله للاسنان دي، المساجنج اكشن بتاع الماستيكيشن او التدليك اللثه عن طريق المدغ، وان الاكل يخبط فيه، ده عليه عامل تراكم البكتيريا ومفيش اي تنظيف بالالياف الطبيعيه بتاعت الاكل، ده عليه عامل. ده انا ما بستخدمهم، ما بنزلش عليهم حمل فيبتدي يتاكل العظم من حواليهم، ده عليه عامل، عوامل كتيره جدا تؤدي في النهايه العضو الذي لا يستخدم يضمر. فمهم جدا ان انا بعدم وجود سنه اخواتها اللي جنبها مش لاقيين حاجه يسندوا عليها، اخواتها اللي قصادها مش لاقيين حاجه يندوبوا عليها، العضله اللي شدهم هم الاثنين مش شغاله، الفك بيريح في الحته دي عشان مش شغال، الناحيه دي اللي شغاله فده هيتاكل، شكل وش بقى عندي فك مايل ناحيه الجنب والجنب الثاني لا، لو في مرحله نمو الفك مش هينمو لان الفك بينمو بظهور الاسنان. فلو في مرحله نمو والحته دي ما فيهاش سنه الفك مش هينمو، فيبقى عندي وش معوج وتعديله صعب جدا. في اخر حاجه خالص ان البكتيريا هتلاقي ايه، جراج تركن فيه، في حته ما فيهاش عربيات الناس هترمي فيها الزباله. ف از لونج از الحته في الجراج ما فيهاش عربيات فالناس رمت فيها الزباله، هو ده بالظبط السنه اللي حضرتك خلعتها والبكتيريا ركنت فيها. خلينا نشوف الحاله بعد ما عملت الزراعه اللي كانت متخوفه منها يا ترى قالت ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. كان عندي مشكله ان انا ما بعرفش اضحك، فدايما كانوا بيقولوا لي روحي ازرعي الضرس يعني عشان يبقى تضحكي براحتك ما عنديش اي مشكله، بس انا كنت جبانه جدا. فسالت عن الموضوع زرع الضرس ده، قالوا لي ان في مشكله وفي فتح وفي جراحه وانا بخاف جدا من الحاجات دي. بس جيت هنا عند دكتور شادي اقنعني ان لا ما فيش ولا جراحه ولا اي حاجه من دي ممكن تحصل. رحت عملت اشعه وشفت بنفسي يعني ان فعلا الضرس متدمر وما فيش اي حاجه ولازم ان انا ازرعه. جيت هنا الدكتور شادي وفعلا قعدت تحت ايده 10 دقائق بالظبط، انا لدرجه ان انا ما حسيتش، انا عماله اقول له يلا يا دكتور يعني خلص عشان انا خايفه جدا بس انا مش حاسه بحاجه خالص. بس فالمهم قال لي، انا فوجئت ان هو قال لي لا انا خلصت فعلا. فدي كانت حاجه بالنسبه لي يعني انجاز، ان انا اول مره بجد بجد يعني اقعد تحت ايد دكتور ما حسيتش باي حاجه، حتى حوله البنج انا ما حسيتش بيها اصلا. ف يعني انجاز ان انا لقيت حاجه ضرس اتزرع من غير جراحه، من غير الام، من غير خياطه، من غير اي حاجه، بجد في 10 دقائق كنت مخلصه كل حاجه من غير اي الم حسيته. يبقى طبعا الزراعه عالم لا ينتهي فيه الحوار، ويبقى حوارنا في الناس الحلوه يختلف عن حوارنا في الدكتور. طبعا خيمه علميه متميزه، اسم اكاديمي رائع واداء مهني على اعلى المستوى، و يعني شيء مهم ان نبقى مهموم بقضايا عالمي اسمه عالم طب الاسنان. انا مهتم جدا بقضيه وطني الاصغر اللي هو الشغل بتاعي، لكن وطني الاكبر هو كل مريض اسنان وكل مريض بيعاني من مشكله في مصرين الحد بل في الوطن العربي ايضا. الحوار كان اكثر من رائع مع ضيفي العزيز الدكتور شادي علي حسين، ولكن يبقى دائما الحوار مع الناس الحلوه. ايه الارتباط الوثيق بين السكر والسمنه؟ لما بيبدا يحصل زياده في الوزن وزياده في الدهون يبدا يحصل ترسبات دهنيه في البنكرياس، وبالتالي وظيفته بتقل. ان العرض ده يختفي بالمنطق لما الوزن يقل. مع تطور عمليات جراحات السمنه وبالذات عمليه تحويل المسار، يحصل نسبه شفاء تامه من النوع الثاني وتحسن كبير جدا وملحوظ من النوع الاول في مرضى السكر. ازاي اكتسبت الوزن ده؟ السكر بدا معاك ازاي؟ وانا في عز نومي كنت بتخانق خانقه بجوري مراخيري. بس
السكر باهي مع الانسان كانه وحش بيفترس الانسان قدامه. النهارده بقى لي شهرين عامل عمليه، خسيت فوق ال 22 كيلو. المريض يبقى فاهم ابعاد العمليه بيساعد كتير قوي في نسبه نجاح العمليه. في تقدم طبي كبير في استراليا، اشمعنى اخترت ترجع مصر؟ هو عمل معايا معجزه بصراحه.